هاي الفولية هلا راح اطبخها معكم. فول اخضر هلا موسمه، و هي خضرة طبعا تعرفوا شكلها، وفرمناها فرمت ناعم، وهلا راح اطبخها بشوية لحمة وتوم وكزبرة مثل ما بنطبخ الفاصولية. تابعوا معنا. 3 هاي ثوم وكزبرة، ريحة الثوم، هاي الكزبرة هيك مقدار معلقتين، بار ريحته كتير 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 لذيذة. هاي الثوم والكزبرة خلاص استووا، راح نحطها فوق الفولية الخضراء. يلا معي، مستعدين متحمسين؟ تن ترم، اوه ريحة تاخذ العقل. راح نحط شوي من هون على صوص. حطينا الثوم والكزبرة، هلا صارت فولية لحمة جاهزة. صحتين وهنا، وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا بتقدم جنبها لبن، او بدكم رز بتقدم جنبها، بس انا هلا رح اقدم جنبها ليمون، ترانشات ليمون ولبن.